على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى كروس مونتانا، أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أكد أن الجهود متواصلة بمدينة جرادة لإطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بالمعادن ومشاريع أخرى آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، ترمي إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لإقليم جرادة. إخواننا والمواطنين في جرادة طالبوا وقدموا مطالبهم وتم الإنصات إليهم والتواصل معهم، ونتج عن ذلك التزام من أعلى مستوى حكومي ثم أيضا على المستوى المد. هناك برنامج تنمية محترم، وهذا ما كان يطالب به إخواننا وأبناء جرادة، ما هو البديل الاقتصادي الذي يخلق قيمة مضافة، فرص ديال الشغل. هناك برنامج طموح. طبعا عندما نقول برنامج، هناك ثلاثة ديال المحاور الأساسية. هناك أعمال ومشاريع هي سريعة وبدأ العمل بتنفيذها، لأنها إما الدراسات كان موجودة أو أنها لا تحتاج إلى كثير من الدراسات والإمكانيات. هناك على المدى المتوسط، هناك على المدى البعيد، ولذلك نتحدث عن 500 مليون ديال الدرهم. نتحدث عن مشاريع طرقية، عن مشاريع الكهرباء، عن مشاريع متعلقة بالماء والبيئة، نتحدث عن مشاريع في مجال ديال المعادن والجيولوجيا، نتحدث عن مشاريع في مجال الفلاحة، نتحدث عن مشاريع اجتماعية في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال ديال الثقافة. ثم أيضا نتحدث عن مواكبة الذين يشتغلون الآن في الآبار ديال الفحم، وقد اتخذنا مؤخرا قرارات وأعطيناهم تراخيص استثناء رغم أنها مخالفة للقانون، لكن تحملنا المسؤولية في ذلك لأننا نستجيب لهذه المطالب. غالبها هي مطالب مشروعة مرتبطة بمعاشر جرادة بعد إغلاق منجم ديال الفحم، ولذلك نتمنى أن تعطى الفرصة لتنزيل هذا البرنامج.